نمرة التليفون اللي غتتصل به. هيا تما. اسمه أسامة. يتسمع أسامة، وجد الفلوس واللي غيحتاج في شيصك، وشوف أي طريقة باش توصلو له، وما خصني حتى شي غلط. كتسمع؟ هذاك السيد اللي نزل قبل مني سبق لي شفته، والله ما عرفت فين. وسبحان الله، غتكون غا شباثه. لا ودي، راه دوا معايا ودويت معاه. الله يفكرنا في الدين والشهاده. اسمو على طرف لساني، وحتى انا لساني على الطرف ديال الاسم ديالو. قال لي اسمو نسيته. عادي النوفال. اسامه. برافو عليك. الو، ايه انا اسامه. ايه انا اسامه. حتى انت تسمي اسامه وما تفكرتيش يا اسامه؟ غاب شويه رانا تندهوي في التليفون اصاحبي. انت مالك؟ لا غير مع واحد الطاكسي وصافي. ايوا الصباح غا مع اسامه، الله يخرج هذا النهار بخير. احتجتوني؟ يا احتجناك. هذه هي الفرصه ديالك باش تبين الولاء ديالك للتنظيم. بما انك عضو جديد اختارناك انت باش تقوم بهذه العمليه، وغادي تربح فلوس كثيره. الفلوس؟ بما انك ماشي معروف، انت هو اللي صالح. انا صالح. انا صلاح. وليتي صلاح؟ كل بغيت نكون يا صاحبي. المهم اسامه ولا صلاح ولا اللي بغيتي تكون، واللي غينزل فيكم الاخرين هو يخلصني. انا معك. شنو لابس؟ صحراوي. مزيان، غادي تمشي للقهوه اللي في المحطه، ملي غتوصل للمحطه غادي نعيط لك باش نعطيك التفاصيل. ديني للمحطه سيدي، ديني. وشكون فيكم غيمشي للبنسيون؟ السلام عليكم. جمع ليا الحساب وما تحسب لياش ليله اليوم، راه غادي بحالاتي ياك. لاباس ماشي قلتي غتبقى شهر؟ يلاه داز السيمانه غتمشي. اسيدي سيمانه ولا ما سيمانه السوقي هذاك. جمع الحساب وحيد لينا ليله اليوم. ول ما تبقى على خاطرك السباحه مختار. انا ساكينه معاك. هذا لا، هذا غير السباحه اللي نازل عندنا، غيمشي بحالو. حسبنا حتى ليله اليوم. قلت لك زيد هاد الليله غتحسب لك الخاوه. لاش بغيت تحسبها ليا؟ شغلي هذاك، مع الناس هادشي. انا تجي فيا كما بغيتي وتمشي فيا كما بغيتي. بغيت تقلبوا يا صاحبي، والثاني يقطع ليا الدواء ديال النصره اللي عطيتك. يا الله ها النصره باقي ما استعملتو، ما عندك زهر السباحه. وانت يا اللي ما عندك زهر، وطيحتي في المراه من النوع اللي تيتحكموا في الرجال. على كاينتي نوع اخر. اجمع اللي بغيتي تجمع. اسمح ليا اللي بغات مراتك تجمع، انا نطلع نجمع حويجات. حتى انت الا جمع الا بغيتي تجمع، اجمع راسك. راه هذا المختار راشد السكينه ما اللي عرفها.